Have you ever bribed someone to get something done for you? With money? Yeah. No. حصل لك كان إجباري لازم. رشيت عالم كثير. I've never bribed anyone. أهلا وسهلا حبايبي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة وعافية. حياكم الله مرة ثانية من ساحة دام سكوير في أمستردام. موضوع فيديو اليوم بنتكلم على الرشوة. الرشوة وما أدراكم ما الرشوة. سألت المتابعين في الانستغرام انه هل عمرك دفعت رشوة في حياتك؟ وإذا حصل متى آخر مرة؟ كانت الإجابات جدا كثيرة، وتقريبا الكل في مرحلة ما أو في يوم ما دفع رشوة على أشياء مختلفة، إما علشان معاملة جواز أو معاملة بطاقة، وأحيانا على أشياء ما تستاهل، مثلا على أساس غش في ثالث ثانوي في الاختبارات، أو على الدفع للمدير على أساس ينجحه من صف سادس لصف سابع، أو علشان محطة بنزين، أو علشان رخصة سيارة، أو حتى في العيادة عند الدكتور علشان بس يدخل الأول ويتعالج الأول. فيبدو وكأنه الرشوة للأسف أصبحت متعمقة ومختلطة جدا في حياتنا، وندفع حتى على أشياء بسيطة. هذه أمستردام، إيش تسوي يا جماعة؟ فالمهم في فيديو اليوم بنسأل هذه وجبة، نسأل ناس عرب هنا نحاول، وأيضا الأجانب، على موضوع الرشوة. هل عمرك دفعت رشوة في حياتك؟ وإذا حصل متى آخر مرة؟ ونشوف كيف بتكون الإجابات. خليكم معنا، أعطونا لايك الفيديو، اشتركوا في القناة لو عدتم مشترك، خلونا نبدأ. Can you please tell me what's your name and where are you from? My name is Hitan and I'm from Belgium. My name is Ophelia and I'm also from Belgium. I'm Zoe and I'm also from Belgium. My name is Yantin and I'm also from Belgium. أنا حمزة المحمود من سوريا من محافظة الرقة. I'm from Netherlands. I'm Dutch. I'm Dutch and my name is Matthijs. Okay. And my name is Johan. Johan, welcome. Welcome. أنا من عبد العزيز، من أصلي سوري بس عشت حياتي بالإمارات. ماريشا، I'm from Harlem. إبراهيم من سوريا. جوني كمان من سوريا. I'm Madison, I'm from Italy. Welcome. You are here for tourism? No, university. Okay, nice, nice, nice. Okay, the question is, have you ever, I want to be honest, have you ever bribed someone to get something done for you in a public service or school or whatever? Just because I'm Italian, I don't bribe people. No. I'm not asking. The question is, I know we have mafia, but no, I've never bribed anyone. The question is in my mind before I knew you are. Yeah, I know. You never did. Never. Never even a gift or something. Not even. No, never. Never bribed anyone. I was in Italy. Do they do it normally? Usual? I don't think it's usual, but you know we have mafia there, so some people do it. I don't know anyone who does, but that is a reality. والله انت قلت لي الصراحه وانا راح اجاوبك بكل صراحه. رشيت عالم كثير. يعني بالالاف، اذا بدي اقول لك بالالاف بالالاف. متى اخر مره؟ اذا اخر مره كانت في المملكه العربيه السعوديه لموظف الجوازات. علشان ايش؟ علشان واحد بنغالي كنت بدي اسوي اقامته كانت منتهيه، وطلب مني رشوة اني ادفع له فلوس ويسوي لي يجدد لي. كم دفع؟ كنت انا يوميتها ماخذ من البنغالي 9000 ريال سعودي، ويوميتها الموظف الجوازات طلب مني 2000. هذه اخر مرة اللي انا اعرفها في الجوازات. كم صار لك؟ انا اصلا ترحلت من المملكة العربية السعودية بهذا السبب. Have you ever paid someone money to get something done for you in a public service or No, not ever. It's not so normal in Holland. والله لحد هلا لا، ما نصلي بس سنتين بهولندا انا. لا في حياتك كلها مو في هولندا. حياتي ايه. انا قصدي مو في هولندا، في حياتك كلها دفعت رشوة؟ ايه. متى اخر مرة؟ والله صراحة صلي فترة. يعني 6 شهور 5 شهور بعتقد. على ايش كانت؟ والله شغله بالامارات بقى قصه طويله شوي، بس انه مساعده، يعني تكون مساعده لإلي ولأهلي. Have you ever bribed someone to get something done for you? With money? Yeah. No. Never. Never. Without money, gift or something? No. Never. I just ask them and they say okay. And no, I mean for public service, for school, for anything you have, like want to be done fast, you didn't bribe anyone. No. And how is it in the Netherlands? Is it a usual thing to do or no? To bribe someone? Yeah. To do something? No. No, you just ask them and
they want to do it for you. هل عمرك دفعت رشوة لشخص ما عشان يسوي لك شيء أو تنجز شيء؟ وإذا حصل متى آخر مرة؟ حصل لك إجباري لازم. من شي سنتين. آخر مرة سنتين. إيه مش. على إيش كانت؟ على إيش؟ ورقة حكومية. كم دفعت؟ قديش وقتك؟ 500 ليرة. دفعت رشوة. إمتى آخر مرة؟ والله بالجامعة. على إيش كانت؟ لحتى آخذ دور. وخلص ورائي لأني كنت مستعجل كثير عشان تسبق الدور تروح الأول يعني. إيه طبعا. كم دفعت؟ 500 ليرة سوري. يعني هناك شيء طبيعي كانت تسوى طبعا 500 هلأ ما تسوى بالمرة. Like maybe in any public service by the government by school you get something to be done for you fast and you paid someone with money. Yeah you paid him money. Not with money, but with food or with like the other thing, like when you say. Van een toets maken. Yeah, yeah, dat wil ik zeggen. When someone wants to look at your tests for better points. Yeah, and then you give them food. Yeah. When was the last time? Tell me one time you gave food for someone to you. I didn't do it. Maar ik heb nog nooit gedaan. Ik heb nooit iemand een koekje gegeven. No. So never happened. No, but we know other people. Yes. That did we that. Didn't do it, but other people. We are good. Okay, so another question. Okay. You know the driving license is too difficult to get, right? Like here in the Netherlands and in Europe, I suppose also in Belgium. So let's suppose that you take the test, you've taken the test a couple of times and you didn't pass. Because very simple mistakes. And then the examiner offered you that you pay him like €1,000 and then he make you pass. Would you pay the €1,000? Oh, no. It's too much. I don't have. I don't have. 500. No. No, you have to study. You have to study. Yeah, it's for your own, eh? Yes, it's for your own and you have to study and then it's going to be okay. What if you know how much 500 is? And if you don't study, you are gonna crash. If you don't know the rules, you're gonna crash. Okay, what about if there is a university you really wanna go there, but you couldn't? Someone you like, you pay him and he let you in. Would you pay him? No, because it's for your future, eh? If it's my big dream and a little bit of money, I would do it. As if we were rich. This is the honesty that I want. Yeah. Okay, thank you for your answer. Thank you very much. Another question, let's suppose like you want to go to one university but you cannot, but you really so badly want to go there and then you get an offer, someone can let you in but you have to pay him like amount of money. Would you pay him or not? Nah, I mean if it's your dream university. Yeah, but dreams can change. Like that means that I have to get better if I want to enter. I don't want to be bribing money to get into uni. I'm not gonna be doing that. I don't like this. I don't like cheating. طيب وكم لك في ألمانيا الآن؟ كملت السنة السادسة السابعة الآن. سبع سنوات في ألمانيا. عمرك دفعت رشوة فيها؟ ولا حتى فلس واحد. بالعكس إقامتي تتجدد دايركت. جوازي ندفع عليه يمكن 60 أورو أو 65 أورو تماما. والإقامة 5 سنوات والآن المفتوحة دائما الحمد لله معنا يعني. الأمور تمام. السنة الجاية إن شاء الله نحصل على الجنسية وأمورنا بخير. ليش ما نقدر نعيش هناك من دون ما ندفع كذا أي فلس؟ والله أنت عارف الوطن العربي ضروري تدفع له. حق لي أحق لك، ما تحق لي ما أحق لك. معروفة. تدفع لي أدفع لك. شكرا على صراحة. الله يسلمك ربي يحفظك. إن شاء الله تستمتع في أمستردام. الله يسلمك. إذا يا جماعة هكذا كان فيديو اليوم وهكذا كانت الإجابة اللي حصلناها سواء من العرب اللي قابلناهم هنا أو من الأجانب اللي كانوا من عدة دول. طبعا شفتوا الفرق واضح جدا. وهذا هي فكرة القناة والفيديوهات أنه نعرض هذه الفوارق وهذه الاختلافات. وشكرا لكل واحد وصل إلى هذه النقطة. لا تنسوا لايك واشتركوا في القناة يا جماعة. أتمنى تساعدوني وتدعموني في نشر القناة مع كل أصحابكم مع كل أهلكم. اشتركوا من كل حساباتكم علشان ضروري نوصل الهدف مع نهاية السنة هذه نوصل 1,000,000 مشترك إن شاء الله يا رب. باقي تقريبا 300,000 مشترك إن شاء الله نسويها. ومثل ما أقول كل مرة thank you وإحسان لتلي إحسان حتى آخر لحظة في الحياة. السلام عليكم.